ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هيكون ريفيو عن الباليت بتاعه الهايلايت من كاركتر. بنات كتير جدا طلبت ريفيو اول ما نزلت الباليت دي عندي واستخدمتها. صراحه باليت جميله جدا، حتى كنت حطاها في فيديو بتاع مفضلاتي 2018، فلو ما شفتوهوش يلا بسرعه روحوا شوفوه عشان فيه كذا حاجه تانية برده بحبها حطاها فيه. انا هوريكم الباليت من جوه وهوريكم البيجمنتيشن بتاعتها وهكلمكم عن سعرها وكل حاجه تخص الباليت. حاجه الباليت هي دي اللي انا مستخدماها النهارده، استخدمت اللون ده كبرونزر، جميل جدا ومن احلى الوان البرونزر اللي ممكن حد يستخدمه، فيها لمعه خفيفه قوي كده فبتدي صحه ونضاره للبشره. واستخدمت اللون ده كهايلايت، طبعا شايفين تحفه ازاي، وقوي جدا، واحلى حاجه ان ما فيهوش جليتر. انا اهم حاجه عندي الهايلايت ان هو يكون داي بس ما اشوفش جليتر صغيرين. انا صراحه ما بحبش الاستاذي قوي عشان بيبقى فيه جليتر، بس ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده استخدمت اللون اللي هنا ده كبلاش، هو ده اللي انا حطاه النهارده على خدودي. اول حاجه هوريكم بقى الباليت، فيها لون برونزر وفيها لونين هايلايت شبه بعض، بس ده على بينك شويه وده على جولد شويه اللي فوق. وبعد كده فيها هنا لون بلاش، وتقدري ان انت تدمجيهم مع بعض فبيطلع لك لون طوبي شويه، او تستخدمي ده لوحده كبينك ودول شبه لون الكونتور. وبعد كده دول تقدري تدمجيهم او تستخدمي كل لون فيهم لوحده، ودول نفس الموضوع. دول بيطلعوا لك هايلايت فاتح شويه على موف خفيف خالص، وده بيطلع لك هايلايت على وردي اكتر. اول لون اللي هو اللون اللي هنا ده، هو اللون ده اللي عندي هنا ده، شايفينه عامل ازاي؟ وبعد كده اللون اللي تحتيه بتاع الهايلايت اللي تحتيه هو لونه شامبين شويه، هو اللون ده اللي انا حطاه برده النهارده. وبعد كده اللون اللي تحتيه على وردي شويه هو الميكس بتاع الويل دي على بعض. وبعد كده اخر لون تحت اللي هو على لافندر شويه كده، او في تنت موف شويه خفيفه، هو الويل دي على بعض. وبعد كده نيجي للونين اللي تحت لوحدهم، اللون اللي هنا ده مش عارفه شايفينه ولا لا، ده باين ايوه كده، هو اللون اللي هو اللي فوق اللي على ذهبي شويه ده. وبعد كده اخر لون اللي هو لون البلاش الشمس دي اللي هو اللون ده، اقرب لكم الصوت شويه اعتقد في الشمس كده، ثواني اعمل فوكس. اوكي اعتقد كده باينين اكتر، ادي ده، شكرا يا شمس. ده لون البرونزر، وده الهايلايت اللي قلت لكم عليه اللي هو لونه شامبين، ده اللي انا مستخدماه. ده اللون اللي هي الويل لما دمجتهم كلهم مع بعض كان على وردي، وده الويل الثانيه على لايلاك شويه اكتر، وده على جولد اكتر، وده لون البلاش، وهم مدمجين مع بعض مدي لون لحمي كده على طوبي، شايفين؟ ده وان سواتش بس كده، حطيت ايدي وحطيت اللون، قوي جدا بيجمنتد جدا ومفيش جليتر خالص، لو تشوفوا داي كله داي، ودي احلى حاجه ممكن تكون موجودة في اي باليت بتاعت هايلايت. الشمس جت في نص الفيديو ساعدتنا الصراحة، شكرا يا شمس، انه اوريكم السواتشز والالوان عاملة ازاي في الحقيقة والاضاءة بتاعتها. فالباليت بجد جميلة جدا جدا جدا، سعرها 550 جنيه تقريبا، هسيب لكم اللينك بتاع البنت تحت في صندوق الوصف اللي انا جايبة منها الباليت دي. انا شايفه ان اي ميك اب ارتست دي هتبقى حلوة جدا لو هي في الكيت بتاعتك، خصوصا لو انت لسه بتبتدي وبتدوري على حاجات اسعارها مش عالية، ولو انت بتحطي بس ميك اب لنفسك بس بتعشقي الهايلايت باي شكل وباي نوع، دي حلوه جدا وهتكفيكي فتره طويله، وفيها كمان البلاش وفيها البرونزر، فكويسه جدا، وكمان بالنسبه لسعرها حلوه قوي قوي. ده كان كل حاجه الفيديو بتاع النهارده، وده كان بناء على طلبكم ان انتوا طلبتوا تشوفوا عنها ريفيو مفصل والدرجات اللي جواها. يا رب اكون ان انا قدرت افيدكم، واي حد فعلا بيفكر يشتري باليت هايلايت دي مناسبه جدا وكويسه ومتوفره. وشكرا جدا جدا ليكم، منكم هنا.